صوت ناعي يعتلي بافتجاعي أطبق الحزن على كل البقاع صوت ناعي يعتلي بافتجاعي أطبق الحزن على كل البقاع إنه بشرا أتى وهو ناعي حوله الجمع استوى للسماء وضربا فلقوا جبينك مفرقا
مفردا وحيدا يسيرا جريعا قطعوا يمينا مفردا وحيدا يسيرا جريعا قطعوا قل لي عن حسين الجرى عليه إنما وجودي في جف راحتيه كلهم بنيني لمقلتيه والدماء تجري أن أريد قل لي عن حسين الجرى عليه إنما وجودي كلهم بنين لمقلتيه والدماء تجري كالأنهر فبكى حزينا أليما كئيبا فاسمعي جوابي قد قضى حسين ذبيحا صريعا وعلى التراب جسمه المطهر والدار مجزر وبقى الضباب جاثيا في صدر كسيرا غريرا ماهر مصاب جاثيا في صدر كسيرا عفيرا فوق الثرى جسمه قد بقى وعليه رقى الشمر العاشر آهين وآه عندما قد هوى سيفه في القفا بقى فوق الثرى الجسم ملقيا وفي العليا تدل الراس مرفوعا على الروح يدار الراس والابطال تلبي وترفي قطيعا بعد يوم النحر والذبح قطيعا بعد يوم فوق الثرى جسمه قد بقى وعليه رقى الشمر بالعاشر آهين وعندما قد هرق سيفه في القضاء ينحر الطارق وعليه يبكي يحصر التراب والدماء تجري ليتني ابتديت نحره بنحر بقى فوق الثرى جسمه ملقيا وفي العليا تدل الراس مرفوعا على الروح يدار الراس والاطفال تبكي وترثي قطيعا بعد يوم النحر والذبح